خرج من قاعة محكمة ويست مينستر مرفوع الرأس وهو أشد عزيمة وإصرارا على الدفاع عن الضحايا في بلده البحرين. كون اللي قمت فيه هو نابع من وجداني، نابع من داخل قلبي، نابع من شعوري كوني ضحية من ضحايا التعذيب النظام في البحرين. لذلك اللي قمت فيه يعني كان عن شعور داخلي إني واجب علي أن أقوم فيه، واجب علي أن أوقف أو أدافع عن الضحايا في البحرين لو كلفني حياتي، كنت قابل بأي حكم. إنه الناشط البحريني موسى عبد علي الذي اعتلى سفارة بلاده في لندن قبل عام احتجاجا على عزم السلطات الخليفية إعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. استوب اكسكيوشن للبحرين، استوب كينج علي العرب، أنا أحمد الملالي البحرين. محكمة ويست مينستر البريطانية رأت أنه اقتحم السفارة لدوافع إنسانية، عارضة شريط فيديو يوضح تورط بعض موظفي السفارة بمحاولة قتل موسى وهم كل من المدعوين ياسر وحسام وبدر، مما يعبد الطريق أمام موسى لمقاضاتهما. يمكن للناشط موسى عبد علي أن يستفيد منها في الجولة القضائية الأخرى التي سيلاحق فيها موظفي السفارة الذين كانوا ينوون اغتياله من داخل السفارة. القضية أشارت إلى أن الشابين أعدما في البحرين وفقا لأدلة انتزعت تحت التعذيب بحسب تقرير أممي. However, she did take into account the report of the special rapporteur Agnes Callamard and considered the evidence within that, including the unfair trials, the lack of due process for the two men in Bahrain, and their execution by firing squad within hours of the protest. أسدل الستار على محاكمة الناشط موسى عبد علي وهو حر طليق، وأما عبيد آل خليفة فتعهد الناشط بملاحقتهم قضائيا حتى ينالوا جزاءهم العادل.